النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه الخلاط، وهنطلع كل الاسرار اللي ممكن تخلي الكيكه معاكي في البيت تفشل. النهارده ان شاء الله اسرار وخطوات ومقادير مظبوطه، وكل حاجه ان شاء الله هنقولها تخص الكيكه، كيكه الخلاط تطلع معاكي روعه. مش بس كده، ده احنا هنعمل مع بعض كمان نوعين جناش اقتصادي من غير كريمه ومن غير حليب مكثف، بمقادير سهله وبسيطه جدا. ونقول مقادير كيكه الخلاط بالفانيليا الاول، يلا بينا. عندي كوبايتين وربع دقيق، المقادير دي مظبوطه ظبطت السنين يا جماعه. كوبايتين وربع دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، ذره ملح، 4 بيضات، فانيليا، كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه لبن، ومعلقه كبيره سمنه. دي شويه اضافه من عندي بتدي كده طعم مميز جدا للكيكه وبتدي غناوه للكيكه، بتبقى حلوه قوي. طيب نقول مقادير كيكه الخلاط بالشوكولاته ونشوف في فرق ولا مفيش فرق. كوبايتين دقيق، هنا كوبايتين، ربع كوبايه كاكاو، يبقى بدل ربع كوبايه الدقيق في الثانيه شلت ربع كوبايه دقيق وحطيت بدلها ربع كوبايه كاكاو، برده معلقه كبيره بيكنج باودر، ذره ملح، وبرده 4 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه لبن، ونفس معلقه السمنه. هنعمل محسن كيك طبيعي على ايدينا يخليلك الكيكه اولا طريه جدا، ثانيا تنفش معاكي في الفرن وتعلى وتبقى عسل. عباره عن ايه بقى؟ ده سر مهم جدا جدا يا جماعه، خلوا بالكم من اللي جاي. معلقه كبيره خل، نص معلقه صغيره كربوناتو، الكربوناتو اللي بتتحط على الطعميه اللي هي البيكنج صودا، ماشي، ومعلقتين كبار زبادي، كله هيتحط على بعضه هيديني فوران حلو قوي. الفوران ده هو ده اللي هيعلي لي الكيكه ويخليها هشه وطريه جدا. هنبتدي الاول بسم الله نشتغل في كيكة الخلاط بالفانيليا. هحط دلوقتي المقادير الجافة كلها على بعض، كوبايتين وربع دقيق، هحط عليهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، وهحط كمان ذرة ملح. يعني ايه ذرة ملح؟ يعني بصوا كده اهي بين ايديا كده، واروح حطها رشة خفيفة خالص. هنحط كل المقادير السايلة في الخلاط. السكر بعتبره من المقادير اللي تتحط في الخلاط السايلة، لانه لازم يدوب مع البيض والزيت واللبن. اول حاجه هعملها، وده سر خطير يمكن محدش قاله لكم قبل كده، هحط كوبايه الزيت الاول واضربها لوحدها. شايفين ايه اللي حصل؟ الزيت ابيض، صح ولا لا؟ اداني لون ابيض. طب اللون الابيض ده هيفيد بايه؟ هيخليلك الكيكه من جوه بيضه ناصعه البياض. الناس اللي دايما بتشتكي الكيكه بتطلع معاكوا غامقه، لو عملتوا الحركه دي عمرها ابدا ما تطلع معاكي غامقه من جوه. واسمع بقى ايه حاجات كتير بقى، السكر زياده، البيكنج باودر زياده، البيكنج باودر وحش، مفيش الكلام ده، ما تضربش كويس وما عملناش الحركه دي. الزيت ده هيخلي لي الخليط ده فاتح وهيخلي لك الكيكه فاتحه. عرفتوا؟ ده اول سر معانا في كيكه الخلاط النهارده. بعد ما ضربت كوبايه الزيت لوحدها بسم الله هنزل بال4 بيضات، وطالما قلنا بيض وجبنا سيرة البيض يبقى فانيليا، ماشي، وبعدين اللبن بسم الله. خلاص بقى كل المقادير السايلة بعد كده تتساوى، ما عندناش مشكلة. أهم حاجة عندي الزيت اللي في الأول، وادي كمان كوباية السكر، كوباية كويس قوي ومعقولة قوي وتطلع لك الكيكة مظبوطة جدا، ما تزودوش عن كده. وادي معلقة السمنة اللي اتفقنا عليها، اللي زي ما قلتلك بتدي كده طراوة وبتدي طعم مميز جدا للكيكة. ونضرب بقى كل الكلام الجميل ده مع بعض بسم الله. هيا بينا. بس يا ست الكل، المقادير بتاعتنا زي الفل. المقادير الجافة هديها تقليبة كده، وبعدين هروح نازلة مرة واحدة بالمقادير السايلة بسم الله كده، وهقلب في اتجاه واحد، ايد بتقلب والايد التانيه عماله تعمل البوله كده علشان تديني فرصه ان انا اعرف اقلب كويس قوي في اتجاه واحد من غير ما ارجع، عشان ما اضيعش الهواء اللي الخلاط دخله لي جوه الكيكه. هاجي بقى هنا اروح عامله محسن الكيك وحطاه عليها، يبقى معنى كده محسن الكيك هو اخر خطوه. اولا هحط معلقه خل، معلقه مليانه كده، ماشي اهي، وبعدين هروح واخده
نص معلقه صغيره بيكنج صودا. بصوا اهو الفوران اهو، شفت بقى؟ ادي التفاعل البيكنج صودا او الكربوناتو مع الخل، واروح حاطه عليهم معلقتين كبار زبادي. طراوه بقى في الكيكه وارتفاع، وتبقى هايشه كده وتعلى عن الصينيه كمان اللي انت حطاها فيها، وحاجه كده بقى عسل عسل عسل. الكيكه هتبقي استاذه فيها باذن الله. واروح واخده كل الخليط ده فوق خليط الكيك، اقلبه في بعضه، واروح نازله بيه هنا كده على خليط الكيك اللي احنا لسه عاملينه. نضرب. يلا دلوقتي بقى الصينيه دهناها برضو سمنه، مش زبده ولا زيت. ليه؟ بتدي زي ما قلت لكم طعم حلو، ولما الصينيه كمان بتدهن بمعلقه سمنه الجناب بتاعتها بيبقى لونها ذهبي كده جميله. بنحط الخليط بتاعنا ده في صينيه مقاس 26، تطلع في مقاس الصينيه بالظبط. عايزاها اعلى تبقى زي الكيكه الاسفنجيه وتعمليها تورته، اعمليها في صينيه 24، اصغر شويه تعلى معاكي اكتر. فاهميني ازاي؟ بس يا ستي حركة مهمة جدا لازم نعملها بعد ما ننزل كل الخليط في الصينية قبل ما تدخل الفرن. تعالوا لي كده، بصي هديها كده رزعتين خفاف مع دوران، يتساوى السطح عشان لما تعلى تعلى كلها حتة واحدة، وكل فقاعات الهواء اللي جوه تطلع لي علشان الكيكة تبقى ناعمة، الفراغات كلها تبقى ناعمة. ازاي كده؟ بصوا ملاحظين ايه؟ كل فقاعات الهواء بتطلع اهي، بصوا. بس يا ستي فرنك بقى سخن جدا على درجه حراره 180 قبل ما تشتغلي في مقادير الكيكه تكوني شغلتي الفرن. مقادير الكيكه كلها تكون بدرجه حراره المطبخ، ما تجيبيش حاجه من الثلاجه ساقعه، لا البيض يكون ساقع ولا اللبن يكون ساقع، خلاص؟ وبعد كده في الفرن على طول على الشبكه اللي في النص لمده 30 دقيقه. بعد 30 دقيقه اكشف عليها اختبرها بعيدان الشيش طاووق او ببوس سكينه. لسه شويه عجين هتاخد 10 دقائق كمان، يعني انا معايا من 30 ل 40 دقيقه تطلع لك زي العسل بامر الله. ادي كيكه الخلاط اللي بالفانيليا معانا، شايفين حروفها ذهبي ازاي ولونها ذهبي وجميل ازاي، وما شاء الله عليها السطح متساوي جدا. دلوقتي بقى عايزين نشتغل في كيكه الخلاط برضو بالشوكولاته، نفس اللي عملناه في الاول في الكيكه الفانيليا، نفس الحكايه. كوبايه الزيت، وخدوا بالكم عادي انا بضربه مطرح بعض في الخلاط بس الفتحه الاول. كوبايه الزيت الضرب الاولاني ده لازم ياخد وقته. كوبايه الزيت ضربناها في الاول ابيضت وادتني كده لون فاتح حلو، هنروح بقى حاطين عليها بقيه المقادير اللي اتفقنا عليها. دي كوبايه زيت، وادي كوبايه سكر، وادي كوبايه لبن بالشكل ده، ماشي، واربع بيضات، ومعلقه السمنه برضو اللي اتفقنا عليها. حلو قوي الكلام ده. نفس الوضع نقلب المحسن تفاعل كله مع بعضه، وبعدين اروح منزلاهم في الكيكه بعد ما اكون نعمت الخليط كويس قوي. كده احنا عملنا الكيكتين مع بعض، فاضل لنا بقى ايه؟ الجناش الاقتصادي النوعين.